نصاب الذهب كم؟ 85 جرام من الذهب، والفضة 595 جراما من الفضة. طيب الريال السعودي ولا الجنيه الاسترليني ولا اليورو مثلا الأوروبي كيف نحسبه؟ قال نحسبه بماذا؟ بالأحظ للفقراء والمساكين. كيف بالأحظ للفقراء والمساكين؟ ننتظر إخوانا مثال، أنا لا أعرف اليوم كم الصرف، خلاص تمام. نأتي إلى هذول اللي يبيعوا الذهب، نقول بورصة، سميه اللي تسميه أنت. المهم يأتي يقول 85 جرام كم تساوي سعودي؟ يقول والله اليوم الذهب غالي، 585 جرام من الذهب اليوم ب 1500 ريال مثلا. قال طيب 595 جراما من الفضة بكم؟ قال 900 ريال. قال إذا أنا معي 1400 ريال فيها الزكاة، حال عليها الحول. قال لا، أنا أحسب نصاب إيش؟ الذهب. ليش؟ هو حسب، هو بالأحظ للتاجر ولا بالأحظ للفقراء هنا؟ هنا حظ التاجر يوم حسب على نصاب الذهب. نقول لا، ارجع إلى حظ من؟ حظ الفقراء، 900 ريال النصاب، إذا عنده 1400 ريال إذا فيها الزكاة. مفهوم؟ انتهينا من أي باب؟ من موضوع التجارة، الذهب والفضة والعملة الورقية. كيف تحسب زكاة الذهب والفضة والعملة الورقية؟ أسهل شيء، خذ الآلة الحاسبة واقسم على 40 وانتهى الموضوع، يخرج لك النصاب. مفهوم؟ خلاص. الشيخ نواف أسأل الله يبارك له عنده 80 مليار، 80 مليار ريال سعودي، كم فيها الزكاة؟ 2 مليار. الحمد لله. مفهوم؟ سهل جدا، تأخذ بالآلة الحاسبة وتقسم على كم؟ قسمة 40. 2.5% يعني يلخبط بعض الناس، 2.5% هي قسمة 40. مفهوم؟ إذن أي ذهب، فضة، عملة تقسم على 40 يخرج معك نصاب الزكاة. مفهوم؟ تمام. انتهينا من الأول. الثاني الخارج من الأرض، قلنا حبوب وثمار فيها إما العشر أو نصف العشر بحسب السقي، بحسب السقي. طيب بعده السائم من بهيمة الأنعام، هذه ترجع فيها إلى الجدول. امشي. عروض التجارة، عروض التجارة كل ما عد للبيع والشراء يقسم على 40.